السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو بلوغ باللارافيل وفي جي اس. في الجزء السابق كنا شفنا كيفاش زدنا شنو زدنا زدنا لاجو ديال لي كومونتير، قلنا بانه كنعجوتي الكومونتير كندير فاليدي فكيت زاد عندي، فانا راه غير شفت هنا راه مبلوكي عندي داكشي علاش زاد 11 هنا فاليدي. بالنسبة لهاد الايرور هادي اللي عندي انا على هاد السطر فهو فقط يعني في الاول كتكون فيد، باش كيبغي افيشيها كتافيشا فيد داكشي علاش. فقلنا كي اجوتي، ولكن كاين واحد الاشكال هو ان عاوتاني باش كنأكتواليزي، فاش كنأكتواليزي الكومنتار ديالي مكيتافيشاوش مرتبين، تي هما عندي 11 ولكن هادو اللي زدت كيبقاو لتحت. فالقضية ساهلة باش نحلوها، غادي نمشي للبوست هنا لا رولاسيون اللي عندي هنا هاز ميني كوموند. فالطريقة بسيطة، غادي نديرو اوردر باي يعني نريكيبيريهم مرتبين، كريت ات يعني فوقاش تزادو، و ديسك من اخر حاجة تزادت حنايا جايين فيه. رجعنا درنا اكتواليزي ضبطنا، فدابا نتبع اف كدا كدا شي 1 مينوت، فهادي تزادو توالا هما اللي كتعرفش. ولا جينا درنا جمال سيس هالو، درنا فاليدي فهي جمال سيس هالو. الى درنا اكتواليزي كتبقى جمال سيس هالو. فدابا حنا سالينا من هادشي كاتيجوري هنا شنو مازال نعمل سيدي، مازالنا كنظن الباجينيشن. فغادي ندوزو نشوفو الباجيناسيون. الباجينيشن فالباجينيشن غادي نحتاجو واحد الباكيج اللي غادي نخدمو به اللي سميتو فيو باجينيشن. هاد الباكيج هذا هو اللي غادي نخدمو به باش حنا راه ديجا خدامين بالباجيناسيون. فغادي نشوف، غادي نوقف واحد الدقيقة حيت نسيت السمية ديال داك الباكيج، غنقلب عليه ونعاود نرجع. فالباكيج اللي غادي نخدمو به هو هاد لارافيو باجينيشن اللي هو هذا. فغادي تجي تهز غادي تهز هاد كوموند من هنا، كنت خدام ب ام بي ام دير ام بي ام ستال لارافيل باجينيشن، كنت خدام بيارن دير يارن اد لارافيل باجينيشن. فانا راني ديجا لونسيتها ولكن راه مازال حيت ندير هكا واحد الوقت. فاول حاجة غادي نديروها غادي نديرو الريجستر ديال الكومبوننت، فين غادي نورجستريو هاد الكومبوننت. فدائما حيت هنايا اي حاجة زدناها كنزدوها في الكومبوننت ديالنا الرئيسي اللي هو الاب، اللي هو الاب بوان جي اس. فغادي نزيدوها تمايا، غادي نكوبي هادشي اللي عندي هنايا وغادي نزيدو، فغادي نجي الاب بوان جي اس. فعندي هنايا هاد الهوم، غادي نجي غنزيد الكومبوننت باجينيشن هنايا. دابا من بعد ما زدناه هنايا غادي نزيد هاد الباجينيشن هادي، خصني نزيدها في الكومبوننت هوم. فين غادي فين يعني غادي نخدم بالباجينيشن، ففين غادي نديرو الباجينيشن تما فين خصنا نزيدو هاد الكومبوننت هادا. فحنايا غادي نخدمو بها في الهوم. في الهوم غادي نجي نشوف الهوم، فين هو الهوم، الهوم بوان فيو اللي هو هدا. فغادي نجي نجي لهنايا، فغادي نجي لهنا مور الكارد، من تحت الكارد باش نزيد الباجينيشن. غندير ديف بوان نديرو كارد فوتر، نديروها في الفوتر ديال الكارد، وغنعطيها فليكس يعني غير ديسبلاي فليكس.
run my tail, justify contents, center, réfléchir de son temps. باش تجيب في السونتر غنجيو غنزيد هاد الباجينيشن هادي. فهاد الباجينيشن عندها واحد البروبرتي اللي هي داتا. فهاد الداتا هادي شنو كتاخد؟ كتاخد يعني الفاريابل اللي فيها لي بوست اللي هي هاد البوست هادي. كنعطيها على هنايا بلاصه هاد لارافيل الداتا وهنايا كنعطيها فهاد الباجينيشن تشينج. باجينيشن يعني فاش نكليكي انا على لا مثلا انا راني في واحد وكليكيت على لاباج رقم جوج. فاش نكليكي انا على لاباج رقم جوج خص تنفذ واحد الفونكسيون. فالفونكسيون حنا اللي كنفذوها هي هاديك كات بوست. هي باش كنريكيبيرو لي بوست ديالنا هي اللي كنديرها هنا بلاصة هاديك كات ريزالت. هادي بقات لي حاجة اخرى حيت حنا في الباجينيشن ضروري ما خصنا يكون عندنا الباج يعني كيكون عندنا في اليو ار ال ديالنا كيكون عندنا على هذا الشكل هذا في هنا. مثلا انا راني دابا في لا فضروري ما كيكون اليو ار ال بهذه الطريقه كيكون بيج واحد مثلا. فدابا كنافيشي لا باج رقم واحد حيت حنا راه ديجا درنا الباجيناسيون زدناها في بوست كونترولر يلي باش كيفاش كنريكيبيريو لي بوست ديالنا. في عقلتي راه ديجا فين عندي هنايا ندير في الاندكس فراه ديجا داير انا باجينيت هي وكنريكوبيري فقط 8 ديال لي بوست. فدابا عندي في الباج الاولى 8 ديال لي بوست. الى جيت للباج الثانيه غادي نلقى عندي غير جوج ديال لي بوست. ماشي جوج ديال لي بوست انما عندي اكثر من جوج ديال لي بوست. المهم فربما انا راني غلط في اليرال وصافي ماشي مشكل. غادي نعاود نرجعو حنا غير الاخر غادي نقبلو الباجينيشن. فهنايا قلنا في الاب بي اي سلاش بوست فهنا فين غادي يكون عندي قلنا البيج. فاول حاجه غنديرها غندير غير واحد البيتي تيست. فكان تيست يعني شوف واش دايرين هنا في الدوكيومونطاسيون. هنايا دايرين هما بطريقه مغايره لكن حنا غادي نديرو طريقه اخرى. غادي نتست على البيج واش الا كانت عندي داك البيج الفاريابل اللي قلنا هنا بيج الا كانت كتساوي لنا undefined يعني الا ما كانتش عندنا type of. الا كان type of page يعني داك ال variable page كتساوي لنا undefined يعني ما عندي انا كاع داك ال variable ما كايناش. فهمتي ما كايناش كنقول بان لا باج كتساوي واحد يعني افيشي لي لا باج رقم واحد. هذه في حاله ما الا كانت حتى شي حاجه ما كانتش عندي داك البيج. والا ما كانتش عندي فهي اوتوماتيكيا غادي تساوي غادي تافيشي داك لاباج. فهنا كنحط بلس بيج كيف قلنا يعني كندير البارامتر بيج زائد بيج. فإذا كانت عندي هنايا البيج undefined اوتوماتيكيا غيافيشي هو لاباج رقم واحد. وإذا ما كانتش عندي إلا كانت عندي مثلا كنت أنا في الباج رقم واحد ملي غنكليكي على جوج هو اوتوماتيكيا غادي يزيد الباج الثانية وهاد البيج غتولي فيها جوج وهنا غنولي مافيشي رقم جوج. فنشوفها واش داكشي تانستالا ولا مازال. فتانستالا نديرو غير رانديف حيت دابا راني درت دي موديفيكاسيون لي خصهم يدوزو. نتمنى غير ما يعطينيش شي ايرور حيت انا راني غلطت في داك الباكيج حيت كنت غنانستالي واحد الباكيج واحد خور. انا نسيت كاع السمية ديال داك الباكيج. تم انستالي واحد الباكيج فور ومن بعد فاش رجعت عاد عطاني عاد لقيت هاد الباكيج هذا اللي كنت كنقلب عليه. اولا ندير بوز على ما يدوز نعاود نرجع باش بلا ما نبقى كنعينو. لاباس الامور دازت بسلام حيت انا كيما قلت لك كنت غلطت في واحد الباكيج انستاليتو حتى بديت كنانستالي فيه ومن بعد سبريميتو داكشي علاش كتعطيني شي ايرور. فدابا الا درنا اكتواليزي فما تنساش دير ام بي ام راندي باش تعرف شنو عندك. فكاين شي حاجه ما هيش شي غير واقيلا شي حاجه شنو قال لك هنايا ريفرنس بيج از نوت ديفايند. كاين شي حاجه ما هيش ريفرنس بيج. راني انا هنا فين خصني نزيد بيج حيت هاد حيت هاد هاد الفونكسيون هادي غادي تولي تاخد بيج. فانا نسيت ما ستاش حيت هنايا
هي اوتوماتيكيا كتكون عندها الباج البيج رقم واحد في البارامتر. حنا هنايا دابا هنا البيج رقم واحد بار ديفو، فحنا كنتيستو في حالة ما مثلا لوتيزاتور ولا ما كانش عندنا كاع داك البيج، ما كتكونش عندنا فاش كنكون انا في الهوم. دابا فاش راني انا في الهوم فراه كاع ما عنديش البيج، فهو اوتوماتيكيا غادي تكون واحد. فدابا غندير اكتواليزي عاوتاني، فدابا هو عطاني ضغط لتحت غادي نلقى بان باجيناسيون زاد. الا كليكيت على سويفون فهو افيشالي جوج، حيت هنا كيف قلنا يعني في الباج الاولى فهنا لي باج ما كيتافيشاوش. هنا هنا راه ما كيتزيدوش لي باج، فهو يعني في الباك جراوند فين كيخدم داك الشيء، يعني ما كتبان لي تيزيزيتور حتى شي حاجه. فكيف قلنا يعني في الاول ما افيشين 8، فاش كنمشي لاباج رقم جوج ولا كنكليكي على سويفون كيافيشي لي جوج الاخرين، حيت حنا عندنا 10 ديال لي بوست. فهذا ما يخص الباجينيشن. فدابا كنظن بان كلشي راه مريقل، فشنو بقى لنا؟ بقى لنا غير ندوزو للسيستم ديال اللوجين. فهادشي اللي غادي نديرو ابتداء من الجزء القادم، فغادي نشوفو كيفاش نزيدو الكونيكسيون ديكونيكسيون. ومن بعد عاد يعني اخر حاجه غادي تبقى هي الادمين. فانا الادمين مازال ما كملتوش، فاش نكملو غادي نصورو، فغادي نوقف هنا ونشوف الجزء.